من ناحيه اخرى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستخدام احدث التقنيات والاجهزه التكنولوجيه في اقامه مختلف مشروعات الاتصالات والرقمنه وذلك مع مراعاه المبدا الثابت بحوكمه كل جوانب الاداء وفقا لاعلى مواصفات الجوده والاستدامه بما يساعد على تعزيز جهود الدوله في التحول الرقمي جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي لمتابعه الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القوميه في مجالات الرقمنه وتكنولوجيا المعلومات. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولواء امير سيد احمد مستشار رئيس الجمهوريه للتخطيط العمراني، ولواء اركان حرب ايهاب الفار رئيس الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه، ولواء اركان حرب إيهاب عبد الله مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية في مجالات الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات. وقد وجه السيد الرئيس باستخدام أحدث التقنيات والأجهزة التكنولوجية في إقامة مختلف مشروعات الاتصالات والرقمنة. مع مراعاة المبدأ الثابت بحوكمة كافة جوانب الأداء وفقا لاعلى مواصفات الجوده والاستدامه بما يساعد على تعزيز جهود التحول الرقمي للدوله وعلى النحو الذي يليق بالتطور الحضاري الذي تشهده مصر ورؤيتها التنمويه الشامله مع التركيز في هذا الصدد على توفير التدريب التقني اللازم لرفع كفاءه الموارد البشريه واعداد اجيال وكوادر واعده وقادره على تنفيذ المشروعات الرقميه على مستوى الجمهوريه وقد تم في هذا الاطار استعراض مستجدات الموقف التنفيذي والانشائي لمدينه المعرفه في العاصمه الاداريه الجديده والتي يتم تدشينها على احدث النظم التكنولوجيه بهدف بناء مجتمع معلوماتي يتم من خلاله دعم البحوث والابتكار في التقنيات المتقدمه وجذب استثمارات الشركات التكنولوجيه العالميه كما تم عرض سير العمل في عدد من المشروعات التكنولوجيه القوميه على مستوى الدوله التي تهدف إلى نشر ثقافة الإبداع واكتشاف ودعم المبتكرين من الطلاب والباحثين ورواد الأعمال ليصبحوا عناصر فاعلة تسهم في تحقيق التحول الرقمي في مختلف قطاعات الدولة خاصة مشروع إنشاء فروع لمعهد تكنولوجيا المعلومات بجامعات المنصورة والمنوفية والمنيا وقنا وسهاج وأسوان وكذا مشروع انشاء مجمع الابداع التكنولوجي بالاسماعيليه الى جانب مشروع انشاء مراكز ابداع مصر الرقميه في بنها والفيوم وبورسعيد